يعني الرجل في وضع صعب صعب جدا، هو يعني كتلته السياسية تيار الفراتين ليس لديها إلا مقعدان في البرلمان، يعتمد كليا على الإطار التنسيقي بهذا الصدد، لكنه أيضا يعني لحد الآن أنا أعتقد أداؤه جيد في هذا الملف، بمعنى التمييز بين الإطار التنسيقي وبين مصالح البلاد الحقيقية. ارتكب بعض الأخطاء لا شك، لكن أنا بتصوري أنه حتى الإطار التنسيقي يعيش وضعا صعبا ويشعر أنه بإزاء فرصة أخيرة، ويحتاج أن يمنح رئيس الوزراء بعض الحيز للقيام ببعض الإصلاحات، ربما استيعاب غضب الجمهور. فهناك حيز بتصوري لرئيس الوزراء يمكنه أن يقوم عبره بشيء ما جديد. نحن لا نعرف إلا بالله بعد أن يجرب الرجل حظه. هنا تأتي أهمية دعم الولايات المتحدة، بمعنى تدفعه بالاتجاهات الصحيحة، تقويه، وعلى نحو من الأشكال تجرئه على اتخاذ قرارات جديدة وصارمة ذات طابع إصلاحي في إطار ليس للبلاد، ليس للعراق، لديمقراطيته الهشة والمتراجعة الكثير من الوقت. هناك غضب شعبي، وهناك ترقب، وهناك يعني لحظة استعداد للقفز على هذا النظام السياسي من مجتمع غاضب على نحو مشروع.